هنا بولاية البويرة وبالتحديد بلدية الهاشمية، إحدى المناطق الفلاحية بامتياز انطلقت بها عملية الحرث والبدر التي يتوقع أن يكون الإنتاج بها وفيرا رغم عديد النقائص. حافظوا التربة تاعنا مليحة، ونقمصوا الزريعة، نفرقوا الزريعة هكذا كما راهي السمراء، نريقلوها قنطار ولا قنطار 20 ولا قنطار 40 في قطار، ونتكلوا على ربي ونقمصوا. تم تهيئة التربة في شهر سبتمبر، عقبنا ان شيزاد، من بعد زدنا ان كوفير كروب، باساج بريمي كوفير كروب، من بعد زرعنا الأسمدة قنطار في القطار، وذوك رانا في حملة الحرث. لحد الآن رانا زرعنا حوالي 500 قطار، زرعنا 298 قطار تاع شعير، 120 قطار تاع خرطان، والقمح اللي هنا فيه زرعنا 150 قطار. مزرعة السي الهاشمي واحدة من أكثر المناطق إنتاجا لمادة القمح نظرا لتوفر البذور والأسمدة على غرار السنوات المنقضية. كامل الأراضي تاعنا غير مسقية، لهذا المنتوجية راهي تجي بين 15 حتى أقصى حد 20 قنطار في القطار. مي لو كان تكون مسقية ونكونترولوها كما يلزم، راح نوصلوا إن شاء الله حتى نعودوا نديروا لا روتاسيون بين مثلا ماريشاج مع سيريال، ماشي نخدموا دوكا سيريال فور سيريال، راح نوصلوا إن شاء الله حتى ال 40 كينطو هكتار في لي بارسال هذا تاعنا. حاجة اللي راهي مازال تنقص شوية لا ريجون هذه، سيكو ما كاش ماتريال بيان سبيسياليزي، عندنا دي سوم مارون لين، مي مازال ما عندناش باش تقدر تكونترولي بيان لا دوز دو سومي باغ اكزومبل و بروفوندور تاع سومونس في لي سول. امل الفلاحين هو توفير نظام السقي وتوسيع المساحات المسقيه الذي من شانه زياده معدل الانتاج بمعدل الضعف، وخاصه ان الولايه تتوافر على عده سدود.